الحقيقه الحوار لم ينقطع طول الفاصل، وهو حوار ودي جدا عشان ما تفتكروش ان الناس بتتخانق يعني في الفواصل. سياده المستشاره اعود لك مره اخرى. الخروج بقى المرحله القادمه، احنا دلوقتي امامنا استحقاق مهم وهو انتخابات الرئاسه. بصراحه هل في خوف ان بعض الفصائل السياسيه ممكن ما تبقاش عايزه الانتخابات دي تتم؟ يعني انا اعتقد ان كلهم عايزينها تتم، بس الممارسات قد تاتي بما لا تشتهي السفن. ليه؟ لانه حجم الخناقه اللي لها اطراف متعدده دلوقتي بقت بترهق الشعب المصري، مش قادر يتابع هو ايه اللي بيتبني وايه اللي بيتهد. لانه الناس عارفه كلها انه كان كلام بسيط، يعني قد الشعب المصري الناس كلها عارفه انه بانتخاب الرئيس هذه الحكومه ستقدم استقاله. طب المواطن البسيط بيسال ايه الخناقه اللي حاصله بين البرلمان والحكومه مدتها 3 اسابيع ولا 4 اسابيع ولا 5 اسابيع؟ ده سؤال انا بقوله عشان قصادي 3 من النواب الراشدين اللي انا يعني بحترمهم جدا. اما بيتصدر المواطن العادي ان الدستور مصر مش هنقدر نحطه، اصل احنا مش قادرين نتفق لا على الهيئه التاسيسيه ولا عارفين احنا هنحط الدستور دلوقتي ولا بعد ما الرئيس ينتخب. طب هو الرئيس هيجي من غير دستور؟ ابتدينا في الاشكاليه التاليه. طب هنعمل اعلان دستوري مكمل؟ طب ابتدى دلوقتي البرلمان يقول لا مش من حق المجلس الاعلى، وانا بقول لا من حقه، فهندخل في مشكله تانيه. لكن المصيبه الاكبر انه دوله بحجم مصر لا يمكن ان يحكم فيها بسلطات تقوم رئيس دوله منتخب وبرلمان منتخب دون ان تكون الصلاحيات مكتمله لدى الاثنين. لانه البرلمان يعاني من نقص صلاحياته وفقا للاعلانات القائمه، هو مش قادر يسحب ثقه من الحكومه. لازم نعترف بهذا. اذا هناك ضروره للاختيارات الارشد، وهي تحتاج منا ان نحررها من المصلحه الذاتيه للتيارات او للاحزاب او للفصائل. المصلحه الوطنيه العليا ان احنا ما دام بننتخب المؤسسات الدستوريه وهنكمل المشوار مع بعضينا، لانه مش يوم وليله، ما هو يعني عندنا يعني مراحل وهيحصل فيها رئيس وهنغيره وبرلمان يعني كل ده وارد. لكن الوثيقه الدستوريه المكتمله مهمتها انها تحافظ على كيان دوله. عشان كده انا مشفقه من اننا لم نتمكن من وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، واننا سنضع وثيقه سته اسمها الإعلان الدستوري المكمل، فأصبح عندنا 5 وثائق دستورية أو 6 وثائق دستورية مؤقتة كلها مصدرها واحد، بناخد كل يوم 2-3 من دستور 71. طيب ليه كل الأطراف ما بيفتكروش أنه الاستفتاء السابق نتيجته الحقيقية أنه الإرادة 77% دول اللي قالوا نعم أحيوا دستور 71 بعد ان اسقطته الثوره. طيب هنا بقى بيبقى الاختيار بين امرين، يا اما نختار الاختيار الاسلم للدوله يبقى في وثيقه دستوريه مكتمله للفتره المحدوده، لانه الدستور 71 اضيفت عليه المواد اللي استفتينا عليها وهي جعلته مؤقتا بحكم النص اللي بيقول هننتخب 100 شخصيه تحط دستور جديد للبلاد. هذه المده البينيه كيف يمكن ان تحكم طيب. السلطات من طب اسمع مهندس حاتم، مساله خطيره. طب نسمع مهندس حاتم. من، وده سؤال لحضرتك ونكمل الكلام بعد كده، من بيده أن يختار صلاحيات رئيس الجمهورية؟ هل يجب أن يترك هذا الكلام للمجلس طيب. العسكري حتى يصنع فرعونا جديدا؟ ده طيب. نمرة طيب. السؤال الثاني عشان نسمع دكتور عماد يرد على السؤال ده. السؤال الثاني وأنا أحب أقول المجلس العسكري يمارس، أنا معترض جملة وتفصيل، لأن أنا بحس أن ده قد يكون انقلاب أبيض على الثورة. المجلس العسكري حكم مصر 15 شهر بالإعلان الدستوري ده، والمسار اللي احنا انتخبنا عليه يا استاذة لميس، المسار اللي هو اللي كان في الاستفتاء، كان المجلس العسكري عارف انه سيأتي الرئيس قبل الدستور. فالنهاردة ده واضح، المسار ده واضح. لا دكتور يعني عارف كده مش يعني كنا متوقعين بس ما كانش لا يا فندم، ده هو طيب اول فبراير 2012 كان المفروض. انا مش عايز اخد وقت دكتور عماد. عشان بس نسمع. انا عايز دكتور عماد. المسار اللي استفتينا عليه كان فيه أن الرئيس أولاً قبل أن يأتي الدستور، والمجلس العسكري بيمارس سلطات الرئاسة. طب خلينا نرد على سؤال. من معاها برضو؟ أنا عايز أعرف من قد صدع صلاحيات القوات المسلحة؟ لا اسمحوا لي بالمناسبة خليك عندك أسئلة. نسمع بعض بس نكمل النقطة دي في حاجة واحدة بس، إنه صلاحيات الرئيس اللي إحنا بنتكلم عنها هي الصلاحيات التنفيذية والصلاحيات السيادية، وكان هناك تنازل
خلال السلطة الفعلية من خلال الإعلان نفسه وعن الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء. نعم. فإذا صلاحيات الرئيس خصمت. لا يعني عايز اسمع دكتور، هو محدش يقدر يغير النظام السياسي الا بدستور جديد. نسمع دكتور عماد. دكتور عماد طيب. يا بصي هو انا نرد على السؤال الاولاني، هرد على السؤال بس عايز اقول جمله واحده بس في موضوع العباسيه. يعني احنا من لحظه تنحي مبارك والدم لم ينقطع. كويس. لكن اكتر لحظه كانت مرعبه ليا وانا كنت خارج القاهره امبارح وانا بتفرج على التلفزيون وحشود مقتربه من مبنى وزاره الدفاع. بصي انا واحد ليا نقد للصبح عن المجلس العسكري، يعني قلته هنا كتير. بس الرعب اللي كان، طيب ماذا بعد؟ يعني افرض العساكر دولت بتوع الجيش انهاروا ووقعوا والناس دخلت وزاره الدفاع وقعدت تطلع في الورق وترمي زي ما حصل في السفاره الاسرائيليه وزي ما حصل في الداخليه وفي اماكن تانية. طب ما احنا تحولنا لصومال. هل الناس كانت مدركه ده معناه ايه؟ معناها البلد كل اعصابها تحكم حته، ما عندكش جيش وما عندكش داخليه. فاهم ازاي؟ فشيء مرعب مرعب. ومش دي مصر. يعني ممكن نختلف مع المجلس، نهاجمه، ننتقده، نتخانق، لكن الاقتراب من وزاره الدفاع لا لا، مرعب بجد. انا والله العظيم جه في دماغي مخيلات مشهد صومالي. حضرتك شايف السيناريو اللي تم كويس؟ لا لا الاخطر من هذا مكان. طيب كمل كلمه دكتور عماد عشان فير. بس بص كمل حضرتك وبرضه رد على سؤالي، هو ليه المجلس ما فضش الاعتصام يوم الاحد ولا الاثنين ثلاثه اربع خميس؟ طيب الاربع ايام دول. طيب رد عليا في دي. لانه تحلى بضبط. بس عايز اقول على حاجه. اشمعنى الجمعه بس؟ خلونا نسمع بعد رد يا دكتور عماد. انا بقعد اسمع ما بتكلمش غير لما بقول نقطه. انا مش قاعد هنا في واخد هيئه دفاع او واخد موقف هجوم، لا انا بحاول احلل المشهد. انا كمواطن مصري عندي اسره وعندي بيت واتمنى اعيش في البلد دي واولادي يكملوا في البلد دي. المشهد كان مفزع ليا. كلنا بنحب الجيش ماشي. المصري كلنا يا باشمهندس كلنا فندم. طيب انا مش مسألة. انا حضرتك هل قلت ان حضرتك بتكرهه؟ هل قلت ان حضرتك كده برضه؟ طيب اسمع بقى، حضرتك شايف ان طريقه فض الاعتصام كانت؟ لا انا بس الدكتور عماد انا هو معايا برضه. الدكتور عماد معايا في نفس الكلام. لحظه يا حاتم، نسمع بعض. دكتور عماد انت معايا في نفس الكلام، بس انا عايز المشاهد يسمع منك ومني. هل ما تم ده يعتبر استراتيجيه سليمه؟ احنا اولا يا دكتور عماد لم نشارك في الاعتصام ولا مؤسسات الدوله وهيئتها. لحظه فندم، حضرتك ان يفضل اعتصام ده بالمره مفيش حرج. انا بسال سؤال يا باشمهندس. إيه انا عايز اسالك كان يعني يفضل حد؟ طب الحد لا ليه؟ يا راجل ده كان الاعتصام بيوصل 200 فرد. يا طيب. يا باشمهندس ممكن اسالك سؤال؟ خلال 10 ايام الم يكن هناك حشد تعبئه وتصعيد مارسها هو طيارات؟ انا ما رضيتش اقول ده عشان عايزين نقفل الجراح ما نفتحهاش. مارسته تيارات الاسلام السياسي بجناحيها الاخوان المسلمين وبعض السلفيين، وكان كل هذا الشحن في ظروف ضاغطه بيتم فيها مناقشات سياسيه واجتماعات مع المجلس وخناقات بيننا. وفي النهايه وقوم خلي بس عشان محدش يا استاذ لميس. احنا عايزين نطلع من ازمه امبارح، لان امبارح كان لاول مره بنرى السلاح في يد بعض مواطنين مصر في مواجهه المؤسسه السياديه التي كانت العمود الذي اعتمدنا عليه في الحفاظ على الدوله المصريه. نسمع لازم نفتكر ده. اتفضل يا عماد. انا عايز اقول على حاجه، انا عايز اقول على حاجه. يعني احنا في من لحظه تنحي مبارك لغايه النهارده في منطق في تحليل توجهات معينه تجاه كل ما يجري. كويس. انا واحد من الناس كنا ضد الاعلان الدستوري، كنا بنقول لا بسبب الماده 28 وبسبب حاجات كتير جدا. الحريه والعداله، وقبل ما يبقى الحريه والعداله ما كان اخوان مسلمين دفعوا ودول الاخضر، وكان المستشار الفاضل طارق البشري، وكان الاستاذ صبحي صالح بتاع، وتم تدين المسائل والمسائل مشيت. احنا كنا ضدها عشان 28. دلوقتي لما المصالح تختلف اجي اقول 28؟ طب ما 28 معموله من الاول ومعروفه ومحصنه اللجنه من الاول. بس لانه هنا انا ضد التحليل يا استاذه لميس. ايه اللي هو موقفي؟ انا موقفي فين وامسك انهي تحليل؟ انا راجل متسق مع نفسي من اللحظه الاولى، بقول انه الاعلان الدستوري بدانا بيه غلط، بدانا بانتخابات برلمانيه غلط، كان لازم نبدا. المهم ال 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 لو بس عايزين بس السؤال اللي ساله باشمهندس عمرو، انت شايف حضرتك ان طريقه فض الاعتصام امبارح كانت طريقه وموعدها وموعدها
والقتل اللي حصل قبلها برصاص حي يا فندم. يا اخوان الشرع يا اخوان دكتور عماد ناس بس مش الجيش المصري ثبت ان لدينا ادوات اخرى للقتل اصبحت الان في مواجهات الشعب المصري. انا عايز وانا ارجو ان احنا نغلق هذا الباب لان انا مش عايز اتكلم فيه. طب انا عايز اقول على حاجه كتير مش عايز اتكلم فيه تاني يا استاذ الفاضل. انا عايز اقول على حاجه. انا في المجلس القومي لان كنت موجود في عند ماسبيرو في المجلس القومي لحقوق الانسان طلبوا شهادتي وضمن شهادتي الموثقه وبعتها بي دي اف كويس ان انا بعناية دول شايف قناصه موجودين على كوبري 6 اكتوبر كنت في برنامج التلفزيون وطلبوني ورحت قلت هذا قناصه وناس موجوده وبيصوب على الحشود اللي موجوده حول المسجد. احنا كمان شايفين قناصه هنا. فعايز اقول انه المساله المهم اللي انا عايز اقوله ايه لو احنا بنتكلم على ناخد خطوه لقدام عشان الناس ما تتوهش وما تتشائمش. انا دلوقتي لازم نقفل ملف حكايه الحكومه دي خلاص ما يعني مضيع على الوقت كلام فيه. احنا ثلاث اسابيع على الاقل بالظبط نمره 17 يوم الحريه والعداله قفلوا خلاص يا مدام لميس عذرا سياسيا دلوقتي لا احد يفكر بالمره انه يا مدام لحظه بس انا عايز اقول لك اللجنه العامه اللي حضر فيها حاتم اللجنة لم تتكلم على الحكومة دلوقتي احنا خلاص بس مع مخاطر الحكومة قفلنا الملف قفلنا لا ومع مخاطر الحكومة يعني حضرتك انتظري خزائن الحكومة الاقتصادية فشلنا لأي حد قادم يستلمها حمدي الصباحي ثلاث اسابيع مش مهندس مش مشكلة مش هنعمل احنا اتزحلقنا دكتور خلاص ماشي اتزحلقنا من يوم 19 مارس اتزحلقنا مش مشكلة انا قرأت كمل يا دكتور عماد عشان بس كمان استاذ حاتم ما خدش باله انا لسه بقول كمان معلش انا لسه الدور عايز اقول ايه انا النقطه اللي انا بدور عليها كويس هي احترام القانون. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اللي قالته الاستاذه من الاول استاذه تهاني فكره انه لو انا عندي مرشحين رئاسيين خرجوا لاسباب او كذا في حاجه اسمها احترام القانون او في اليات قانونيه. ده ما حصلش. في ناس احترمت وقالت تعظيم سلام للقانون ومشيت وفي ناس ما عملتش دوت. النقطه الثالثه ان ازاي نتعامل مع قضيتين. انا رايي في قضيتين عندنا سيف الحكومه وكذا. عندنا قضيتين. عندنا قضيه اللجنه التاسيسيه ولو احنا انا بحمل دي على فكره القوى السياسيه للاحزاب مش للمجلس العسكري. لو احنا كاحزاب اتفقنا وعملنا وقلنا لهم ادي المعايير اللي احنا متفقين عليها وادي المية بتوعنا خلص الموضوع مش هتدخل. انا ليه ادي له مساحه يتدخل ويقول ده كذا وده كذا. النقطه الثانيه انتخابات الرئاسه يا اخوانا لازم يبقى في انتخابات رئاسه. لازم انتخابات الرئاسه تتم في موعدها لان هنقدر نتعامل مع رئيس مدني منتخب سواء من الاخوان من كذا من المدني هنقدر نتعامل معاه مع شخص احسن وضع. طيب استاذ وبعدين في اطار الكلام الجميل عايز اكد ثلاث معاني. الاولانيه بسرعه جدا يا جماعة احنا كنا بعد الثورة اتجهنا اتجاه لثلاث امور مهمة جدا اتشال بسببها عصام شرف وجيه الجنزوري. انا مش بتكلم على الحكومية انا بتكلم على دي نقلة حصلت. اول حاجة ما اشارت اليه الاستاذة تهاني اللي هو ان يتحقق استقرار دستوري وقانوني في الدولة. تاني حاجة ان يتحقق استقرار امني في الدولة. تالت حاجة ان يتحقق نوع من انواع الثبات الاقتصادي في الدولة. احنا النهارده عندنا انا بتكلم الاصلاح مش بتكلم دلوقتي عشان يا سيدي كلنا وحشين. احنا كلنا قصرنا كلنا تناحرنا يا مدام تاني وحصل بينا مشاكل. لكن دلوقتي اللي هو فاضل 17 18 يوم على انتخابات الرئاسه احنا لم نحقق في الثلاثه دول شيء كبير يذكر. يعني يا دوب مجلس الشعب ومجلس الشورى وكمان مجلس الشعب والشورى مقيد وانا بقول اهو في وجود النواب الثلاثه اهو احنا متقطعين في دوائرنا لان الحكومه لا تساند مجلس الشعب ولان الاب الكبير مش عامل نظام كويس في البيت عشان يقدر ان هو يحل مشاكل الناس وبالتالي احنا متقطعين. ادي واحده. التاني استقرار امني. انا بقول لحضرتك لاسباب كثيره جدا ال 18 يوم الجايين دول فلننتظر احداث داميه فلننتظر. ليه بقى؟ في ناس بترفس يا جماعه. في ناس اشترت قطاع الاعمال بعشر ثمن. شركات عرضت واوراقها موجوده لسه. نعمل جامعات تاسيسيه ونكمل احنا ايوه بالظبط كده. في ناس كتيره قلقانه هتفتح ملفاتها. أمن دولة والوقت كبار. في ناس قاعدين في طورة نفسهم الوضع يتأخر شوية. معلش أنا آسف خلهمش علينا تاني. أنا مش عايز أكمل. هما ست سبع جهات لكن مش عايز أكمل. عايز أقول إن إحنا لازم نصحى بقى يا ستي. أنا بقولك هو مش حرية عدالة بقولك مش مهم انتخابات الرئاسة. الرئيس اللي جاي حمدين ولا علي خالد علي ولا أي حد يجي اللي يجي بس إحنا عايزين نقلة مميزة جدا. يجي رئيس جمهورية يكلف رئيس حكومة في ظل دستور موجود للصلاحيات واضح عشان نقدر نتحرك كدولة. طيب. انا مستثمر ما اقدرش اتحرك دلوقتي عايز ارجع تاني اقول لمدام تاني حته صغيره تاذلني وهي يعني قد ايه غالي علينا كجيل مش كعمر يعني. طيب. انا يهمني جدا الفتره اللي جايه يا جماعه. ماشي احنا سياسيا غلطنا نفترض ذلك. ما الشعب يتعلم معانا وهم يقولوا له الشعب اللي جابنا زعلان مننا والناس زعلانه مننا.
نتعلم بقى ايه؟ خلاص خلاص زعلوا مننا الانتخابات جايه ما يجيبوناش، مفيش مشكله، احنا نقبل الديمقراطيه، لما ما نجيش المره الجايه نحسن ادائنا. الليبراليين ما جوش قبل كده يحسنوا ادائهم، كله في صالح الشعب المصري. اللغه دي مش موجوده عندنا، احنا عندنا لغه ثانيه ليه؟ ما جوش يبقى احنا عليا وعلى اعدائي. يلا الناس كله دم، لا مش عايزين كده، عايزين ثقافه. طيب. الناس الكبار ما دام الكبار في المقام. طيب. في المكانه يبتدوا يعمموا الثقافه. انت متاكد ان انت حريه وعداله؟ اه طبعا حريه وعداله. يعني طبعا كده انت عايز استنى معلش من لحظه. لا لحظه بس انا عايز اوصل لك نقطه صغيره قوي. احنا قدام دلوقتي حريه وعداله بس شبرا بلا وطنيه بلا الكلام ده الكبير ده. لا استنى بس يا مدام، انا بنظر نظره ثانيه. احنا يا جماعه الفتره الجايه لو لم نحافظ على مكاسب بسيطه جدا الثوره حققتها والله هنفقد حريتنا. طبعا. والله يتقبض علينا تاني. عند هذا الكلام الجميل اللي قاله يعني معلش اعلانات بقى هنعمل ايه؟ وعايزين باشمهندس عمرو دايما من الحريه والعداله يكون موجود معانا ارجوكم. طيب ماشي بس الله يخليكم والله كلهم كده كلهم كده والله. إيه؟ يعني في الفاصل هقول لك فاصل ونرجع وبعد كده خلصت حاجه.